15 اجتماعاً عقدتها اللجنة النيابية الفرعية للبحث عن القانون الانتخابي المناسب، وستضيف إليها اليوم اجتماعاً جديداً ربما يكون الأخير، وسيخصص لصياغة التقرير النهائي الذي سيرفع إلى الرئيس بري قبل إرساله منطقياً إلى اللجان المشتركة في الهيئة العامة. ولا يخفى على أحد أن التقرير سيتضمن نوعاً من إعلان فشل كل المحاولات لاستيلاد قانون يرضي الجميع، وفي موازاة الحراك السياسي إضراب جديد لهيئة التنسيق النقابية اليوم ستسعى من خلاله إلى شل الإدارات الرسمية والقطاع التعليمي، وذلك بغرض الضغط على الحكومة ببت ملف سلسلة الرتب والرواتب. في الانتظار انشغل لبنان في مسألة عبور قافلة من الرعايا الروس الهاربين من سوريا إلى روسيا عبر مطار بيروت، هذا في لبنان. أما في إسرائيل فنتائج الانتخابات التشريعية وتساوي كتلتي اليمين ويسار الوسط تضع رئيس الحكومة الفائز بنيامين نتنياهو أمام مأزق تشكيل الحكومة الجديدة. إذن حقق نتنياهو فوزا صعبا في الانتخابات التشريعية يضيق هامش المناورة لديه. غادرت مطار رفيق الحريري الدولي طائرتان روسيتان وعلى متنهما الرعايا الروس الذين تم إجلاؤهم برا من دمشق إلى بيروت. وأفادت المصادر أنه لا يوجد بين الرعايا الروس أي دبلوماسيين أو موظفين في السفارة الروسية في دمشق، وهم فقط من المدنيين والعائلات وبينهم نساء وأطفال. التفاصيل في تقرير هيثم خوات. 23 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى من قوات النظام في 3 أيام من المعارك في حمص واشتباكات في ريفها. الرئيس ميقاتي يطلب خلال جلسة مجلس الوزراء من وزيري الدفاع والداخلية خطة أمنية لإلغاء رخص السلاح وزجاج الداكن للسيارات. تفاصيل الجلسة الوزارية في تقرير جويس عايلي. ثروات لبنان المائية تهدر في البحر وشعبه مهدد بالعطش. تقرير خاص للزميل حسين خرائس. علمت الام تي في قبل قليل أنه تم خطف تلميذين صباح اليوم أمام مدرسة الإيمان في دوحة عرمون على يد 4 مسلحين. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يؤكد من السعودية ضرورة إرساء السلام العادل والشامل الذي سيساهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي في المنطقة. فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الأردن لانتخاب أعضاء مجلس النواب 17. وفي الكويت استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع القنابل الصوتية ضد مئات من المعارضين كانوا يتظاهرون مطالبين الغاز تستخدمه الشرطة للمرة الأولى. وهذه التظاهرة هي الثالثة التي تنظمها المعارضة الكويتية منذ بداية الشهر الجاري للمطالبة بحل مجلس الأمة. في العراق قتل 25 شخصا وجرح نحو 70 في سلسلة هجمات بين. ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن الشخصين على الأقل أصيبا بإثنين. الصفحة الرياضية مع زميلة صابرين جبرة. ختام النشرة نذكركم مشاهدينا الكرام أن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر MTV لبنان نيوز على موقع تويتر، MTV لبنان على موقع فيسبوك، وعبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.